همس الحميدية 14/6/2012 آثار الدمار على الكنائس جراء قصفها بالصواريخ بالهاوي. نفوت مع بعض نشوف شلون مقصوفي الكنيسة. هاي أحد الكنائس الأثرية بحي الحميدية. نحن صرنا داخل الكنيسة هلا، ما شايفين الدمار يخلف هذه الكنيسة. حسبي الله ونعم الوكيل. هاي قصف الصواريخ بالهاوي. شوفوا مع بعض تراث هاي الكنيسة متكسر. حسبي الله ونعم الوكيل. شوفوا بعينكم الدمار اللي خلف هاي الكنيسة، قصفها بالشعر أسد الصواريخ. حتى الكنائس ما خلصت منه، المساجد ما خلصت منه. حسبي الله ونعم الوكيل. هاي كنيسة أثرية تم قصفها. كنيسة السيدة عذراء مريم مزينة. حسبي الله ونعم الوكيل. هات المنازل زار الكنيسة قصف قصفيت.